فؤاد الزياني تيقول انا قالوا لي البارح عندي فصام علما انني اظن اني عندي قلق وسواس فكري. المشكل ديال الفصام ماشي شي واحد مثلا يقول لك عندك الفصام تقول انا عندي الفصام، لا، اذا كان شي مشكل من هذا القبيل مثلا ضروري تشوف طبيب نفساني، راه تمشي عنده. لان شحال من واحد تيعتقد على انه مريض عنده الفصام وهو ما عندوش. يعني بعد ما شحال ما تجيني شي حاله تجي عندي تقول لي انا عندي الفصام، تقول له شنو هاد الاعراض ديالو؟ مي تيقول الاعراض ديالو ما عندوش فصام. إذن أعراض الفصامية كثيرة طبعا، ولكن طبعا هناك عدة أشكال يعني من الفصام. لكن إذا كان عندك شك ما تبقاش تأخذ هنا يعني الآراء يعني من عند الناس. يعني تتعرف المغاربة سبحان الله كلهم أطباء وتواحد ما طبيب، بالعكس يعني تأخذ يعني الآراء من مش حتى من الانترنت، حيث الانترنت يعني تنقول يعني أنه ستوبيد، بمعنى ملي تدخل لجوجل وكذا وتكتب أعراض الفصام وتخرج لك واحد الأعراض، بعد ما تقول آه والله إلا هذه فيا إذن أنا عندي لسكيزوفريني، لا، من الأفضل إذا كان عندك مثلا شك يعني مثلا واش مريض ولا ماشي مريض أو شنو طبيعة المرض ديالك، خصوصا من ناحية النفسية ضروري تشوف يعني طبيب نفساني هو اللي راه يعطيك لو دياغنوستيك، وما تبقاش عايش بأفكار بشيء هو ما فيكش. بحال القذف السريع مثلا، يعني كثير من الناس يعتقدوا على أنه عنده قذف سريع هو ما عندوش قذف سريع. ناخذ سؤال، هل يمكن علاج الخوف يعني المرضي من الموت؟ ألور طبعا يعني مثلا بعض الناس تيكون عندهم يعني واحد الخوف مرضي، لأنه تجيب لهم ربي مرة يموتوا، أي حاجة وقعت أنا راه نموت أنا راه نموت أنا راه نموت، وتيكون عندهم واحد الخوف شديد جدا وتتعدى بحياته كاملة جدا. إلا سمع شي واحد مات قلت أنا راه نموت، إلا سمع شي واحد دار قصيدة أنا راه ندير قصيدة، وتيعيش الحياة ديالو ديما مخلوع ديما خايف ومأزم. شحال الناس مثلا لأن عندهم هذه الفكرة المسيطرة عليه، وهنا عندئذ يعني ما راه يمشيش للحاج، ما راه يمشيش في القطارات، ما راه يركبش مثلا، ما راه يديرش الطوموبيل، ما يديرش البيرمي، لانه دائما عايش بداك الفكرة على انه راه يموت. سنعرفوا بان الموت باذن الله حتى بالكورونا ماشي مرتبط بالكورونا، والموت باجل، هذا اول شيء. ثم ثاني شيء، اذا كان دائما انت عندك هذه الفكره ولا انت عندك هذه الفكره ديال بانك خايف يعني من هذه القضيه هذه، ضروري على ان الانسان يعني يشوف طبيب نفساني باش يعني نعالجوك من هذا المشكل.